برحب بحضراتكم تاني. البيت الكبير لسه مستمر، وبنتكلم في الفقرة دي بالتفصيل وأكثر عمقا عن أداء منتخبنا النهاردة أمام كينيا. هنتكلم كمان عن مشوار الأهلي في الدوري وفي دوري أبطال أفريقيا، رؤية تحليلية أكيد هتكون مميزة مع النجم عادل مصطفى لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدرب الواعد. ربنا يخليك. ازيك يا كابتن؟ مدرب القدير. لا القدير لسه. لا قدير لسه ما خدش فرصه. ازيك يا كابتن عادل؟ الحمد لله يا كابتن. منورنا في البيت الكبير. انا اللي منور يعني، انتوا منورين البرنامج دايما، وانا سعيد اني موجود معاكم. حبيبي يا كابتن. وبتشرف بيكم دايما يعني. ربنا يخليك. ما فيش شك طبعا مباراه منتخب مصر النهارده كان كل الامال بكل امان ان احنا نشوف اداء افضل، نتيجه افضل. شفت المباراه على المستوى الفني ازاي يا كابتن عادل؟ المباراة يعني المفروض احنا نقسمها كذا يعني نحللها في كذا اتجاه. اول حاجة النقاط المباراة او نقطة المباراة اللي تخليك تتأهل، دي اهم حاجة طبعا. مصر يعني دي اهم حاجة للجهاز، ولازم برضو نبقى واخدين بالنا ان كل واحد بيفكر في اتجاه مختلف عن التاني خالص. تفكير الجهاز غير تفكير الجمهور غير تفكير المحللين، وكل واحد رأيه يحترم في الاخر بالنسبة لوظيفته. انا وظيفتي كمدرب انا بدور على حاجه معينه بشتغل عليها في كذا جزء. جزء النتيجه، جزء الاداء، المدرب يعني في الجانب الاول والجانب الاخير وفي كل الجوانب ان هو يكسب وان هو يصعد. الجمهور عايز ده، بس عايز اداء كويس. فكل جزء ليه اتجاه شويه، مختلف في التحليل يعني. المحللين كل واحد ليه رايه، كل واحد ليه طريقته، وبس المهم انك تعرض، انك يعني تبقى متعارض مع الجهاز الفني، انك تقول رؤيه. صحيح. انا شايف ان ده الاهم دلوقتي، لان احنا في مجموعه الى حد ما مش هقول ضعيفه، بس يعني متوسطه المستوى او اقل من متوسط كمان، وكسبت فيها مباراتين وتعادلت ثلاث مباريات، فدي برضو بالنسبه للمجموعه حاجه مش ظريفه. فانت لازم تبدا تبني اللي جاي كابتن. أيوة. عادل اسفه بس فضل. لما تيجي تتكلم على الفيجن او الرؤيه اللي بعد كده وان احنا نركز في اللي بعد كده، لازم نقف عند الدروس المستفاده. يعني لو انا النهارده ما استفدتش من مباراه زي دي طبعا اكيد مش هيبقى في رؤيه ولا يعني هقدر ابص للمدى البعيد. بس انا قصدي معلش يا كابتن عادل، برضو انت لما بتتكلم على مجموعه فيها جزر القمر وبتتكلم على مجموعه فيها كينيا. توجو خلي بالك، توجو بالنسبه لي مفاجاه، كنت انا متوقع توجو افضل من كده، تبقى في المركز الثاني مثلا، طلعت اضعف الفرق. ما بنتكلم على مصر في هذه المجموعه، فاكيد انت بتتكلم على تاهل سهل، وكمان لازم تتكلم على اداء افضل. نتكلم كل امانه، ده حقيقي. وخاصه انك انت عندك قماشه واسعه من مجموعه من اللاعبين المحترفين المميزين، عندك مجموعه من لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه بيراميدز، دول يعني ده الهيكل الكبير، وبعض اللعيبه اذا كان من سموحه او من سيراميكا. خلينا نتكلم على الجزئيه اللي انت اتكلمت عليها، ان الكابتن حسام البدري ممكن كان يهمه في المباراه الصعود، وقد تم. لما نتكلم على وده من حق الجماهير انها تتكلم فيه، على الاداء ما كانش مقنع، وكان اداء اعتقد اداء سيء جدا. ايه اسباب الاداء السيء ده من خلالك كمدرب واعد ان شاء الله وعندك رؤيه فنيه؟ اسبابه ايه؟ اسباب الاداء السيء، اول حاجه القيل والقال ما قبل المباراه، ودي حاجه نقطه كانت مفتوحه للجميع، وكان شايف ان هي كان الجهاز ده كان لازم يقفلها من بدري. كان يقفلها ازاي؟ انهي نقطه أول؟ اول حاجه نقطه الشاره دي اترغى فيها كتير جدا. الاسماء من بدري، وانا شايف ان هي موضوع اخذ اكبر من حجمه. صحيح. وكان لازم من بدري يبقى في رد قاطع من الجهاز، ومن بدري خالص، من اول بقى موضوع من اول مشكله خالص. من اول مشكله احمد فتحي ومحمد مزبوط. صلاح وده ما قللش من شان حد. انا عندي كل مدرب، خلينا نتفق ان كل مدرب ليه طريقه. في ناس، في مدرب بيجي بياخد بالادميه، وفي مدرب بيجي بيختار الشخصيه المناسبه لاداره الفريق ودي ويبقى عينه جوه الفريق، مش عينه ان هو يعني هو ده اللي يعني عضو في الجهاز. فدي نقطة مهمة جدا لازم الجهاز الفني يدركها. عايز اقول حاجة؟ عايز اقول حاجة في النقطة دي، لأن ده ممكن يكون على مستوى الأندية. كابتن عادل، المنتخب بيتجمع فترات معينة من السنة لا تزيد عن 5 أيام، ويلعب مباراة أو مباراتين في المباراة أو في البطولات الكبيرة، بيتجمع 15 يوم. على مستوى الأندية بتختلف شوية زي ما أنت بتقول، لكن على مستوى المنتخب وحاجي لرأيك أنت الشخصي، أقدمية هي الأفضل
يعني انت لو متواجد على الرئاسه القياده الفنيه هتاخد الاقدميه هي اللي تمشي ولا هتاخد النجوميه والتاثير مش نجوميه الأقوى. مش نجوميه ولكن أوكي. في ليها كذا حسبه. اول حاجه حسبتي انا الشخصيه ان انا الكابتن فرقه ده لازم يكون لعيب متواجد طول الوقت في المنتخب. تمام. لما تيجي نشوف مين اللعيب الاكثر تواجدا في المنتخب الفتره اللي فاتت او الفترات اللي فاتت كلها واكثر تاثيرا هتلاقي ان محمد صلاح اكثر تاثيرا واكثر تواجدا وهو اكثر واحد في الجيل اللي قبل ده هو اللي كان متواجد وكان ليه دور كبير مع المنتخب. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه انا ممكن يبقى عندي مشكله يعني انا كنت شايف ان ما بين احمد فتحي ومحمد صلاح ممكن تبقى في مشكله لان احمد فتحي اكبر سنا من محمد صلاح وفي فرق وفي كم خبرات بينهم كبير فلا ساعتها ممكن اقف لا ممكن لازم اختار ادميه دلوقتي أوكي. لكن لما نيجي نبقى احنا الثلاثه الفرق بيننا مباراه او فرق بيننا شوط او حاجه مش ده الموضوع صحيح. دي ساعتها بقى انا اقدر اقرر انا شايف ان مين الاصلح دلوقتي شايف الانسب للاستقرار خد بالك برضو ان شرط الكابتنه طبعا. دي بيبقى بتعمل جزء من الاستقرار النفسي للعيبه وجزء من الاستقرار عند الجمهور طب ده رقم صحيح. واحد ان دي واحدة من الامور اللي كان لازم كابتن حسام البدري يحسمها من بدري ده حقيقي النقطة التانية افتكر ضم اللعيبة من عدمها يعني برضو حصل عليها جدال كبير جدا واسع ده برضو كان المفروض من بدري جدا جدا يتقفل عليه او يحسمه كابتن حسام ويطلع من بدري قوي يقول يعني تم اختيار او ضم هؤلاء لي وتم استبعاد هؤلاء لي صح كده لا لا ولا ايه لا انا ضد خالص ان مش هيقول مش من حق لا مش من حق اي حد في الدو في مصر كلها انه يستنى المدير الفني يطلع يبرر له هو اختار ليه وما اختارش ليه خلينا نتفق ان كل مدربين العالم في المنتخبات بلاش الانديه زي ما كابتن هاني بيجي خلينا نتخصص في المنتخبات شويه كل واحد عنده اختيارات بتبقى شويه مبهمه او شويه بالنسبه له هو غريبه بمعنى ان انا ممكن يكون عندي لعيب مهم جدا ما بيلعبش في اخر 10 ماتشات مع ناديه بس هو بالنسبه لي انا مردوده بالنسبه لي بيديني 70% او 80% اللي انا عايزهم تأثير. غير ان انا اجيب واحد تاني جديد او واحد تاني خبرات اقل يديني مردود اقل فدي ليها علاقه بالمدير الفني ان هو في الاول وفي الاخر انت بتحاسب مدير فني كابتن حسن وكابتن جوهري يعني كابتن جوهري انا يعني مش هذكر اسماء بس كابتن جوهري في ناس ما كانتش بتلعب كتير بس كان لازم تطلع المنتخب مظبوط كابتن حسن شحاته في لعيبه ما كانتش موجوده خالص بس كانت بتيجي المنتخب تلعب بس النهارده عندك في 2021 لغه الاعتراض زادت يعني النهارده حتى ما بقتش اللعيبه بتتكلم باسمها أيوة يعني في ناس بتتحدث بالنيابه عنها فده كان ما هي دي ازمه كبيره ومستجده بس افتكر يعني بس الجهاز الفني يعني مش متحكم في ده يعني هو مش متحكم في تصريحات امال تقصد بايه ان كان كابتن حسام البدري لازم يقفل او يحسم ملفات من بدري يعني ايه تاني غير الشاره يعني لا ايه ملفات الشاره الاختيارات جزء منها بس هو في حاجه غصب عنه شويه ان انت ممكن بعد يومين تلاقي حد عنده كورونا ممكن تلاقي حد ما عرفش يجي من الطيارات اتاخرت الاجراءات الاحترازيه مختلفه فدي برده مش يعني شويه غصب عن كابتن حسام شويه فيها لكن انا بتكلم على موضوع الشرطه ده كان لازم يتقفل من بدري الاختيارات حق اصيل للجهاز الفني صحيح خلينا نتفق ان حق اصيل للجهاز الفني ولكن انا بعيب على كابتن حسام بدري بقى ممكن يكون شويه جزء في الطريقه او في الاداء جوه الملعب التحضير للمباراه النهارده التحضير المباراه يعني بغض النظر عن الهدف المبكر هنيجي نتكلم عليه فني بس لا التحضير المباراه واضح ان هو مش احسن حاجه واضح ان التحضير للمباراه كان فيه ثقه زياده عن اللزوم او كان فيه مفيش شده المباراه تمام. وده كان باين ده دور جهاز فني طبيعي بس دي حاجه من الحاجات خد بالك الرغي الكتير قبل المباراه ده لو جزء واحد صغير بيبقى فيه مشكله اوضه اللبس ممكن تعمل لك مشكله لان انت بقى عندك حاجات كتير دلوقتي بقى مين هيبقى موجود في الملعب ومين مش موجود في الملعب الشاره راحت لحته تانية خالص الشاره راحت ما راحتش لان مين هيلبس شاره الشاره راحت ان مين هيلعب ومين هيقعد عشان الشاره تبقى فين ففي كلام كان كتير وده بياخد برضو من تركيز الجهاز الفني ولو في اي مدرب في العالم طلع بيقول انا مش بتابع سوشيال ميديا قول له انت اكيد بتكذب على طول لان كل الناس بتتابع سوشيال ميديا وعندهم ناس بتتابع سوشيال ميديا وده بقى محرك اساسي لكل الناس للادارات وللمدربين ولكل حاجه هو النهارده كان بيتكلم عن الاخفاق اللي حصل من حيث الاداء ويعني ده مبررات اتكلم مثلا عن حاله الاجهاد عامل الوقت ضغط المباريات انت مع العوامل دي يعني دي ممكن عوامل مؤثرة ولكن مش بالشكل ده هي ممكن تأثر بس بنسبة أنا بختلف معاك يا كابتن عادل بنسبة لا بالنسبة ممكن تبقى أقل من كده شوية أنا بختلف معاك في حاجة يعني أنت بتقول عمل البدني مؤثر أنا ما أعتقدش إن كان النهاردة العمل البدني مؤثر لأن مش بدني ما هو بيتكلم إجهاد
لا هو كابتن حسام البدري طلع في كذا نقطه هنتكلم فيها بس يعني نفسرها بيقول لك الناحيه الاولى انا الاداء ما كانش كويس عشان في بعض الصعوبات اللي قابلتني قبل المباراه. طب ايه هي الصعوبات؟ وضح ده ان الصعوبات ان لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه بيراميدز عندهم اجهاد. اوكي انت شايف النقطه دي صح؟ هل كان كنت شايف ان الاجهاد كان سبب في الاداء السيء؟ وهنناقشه معاك. الجزء الثاني لما اتكلم على محمد النني على سبيل المثال يعني اكتب كده ورايا. الجزء الاولاني الاجهاد، الجزء الثاني عدم اشتراك النني. عدم اشتراك النني انا بالنسبه لي كانت علامه استفهام كلنا في التشكيل وفي التغيير. في اربع ديفندرات لعبوا في المباراه بالظبط. فهو رجع وقال انا دي رؤيتي الفنيه ووارد جدا ان محمد النني يلعب في مباراه جزر القمر. ناخد الجزء الاولاني وبعدين نتكلم عن النني. الجزء الاولاني بتاع الاجهاد، الاجهاد ممكن يبقى اجهاد ذهني كمان، يعني كمان ذهنيا. خلينا نتفق ان اللعيبه اللي موجوده في لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز مش بيمروا باحسن حاله ليهم، خلينا نتفق في ده. وخلينا نتفق ان الفتره اللي فاتت كان في اجهاد كتير جدا، مباراه افريقيا، كاس عالم انديه، مباراه دوري، وده لازم نحط في الحسبان. انا كمدرب النهارده لازم احط في الحسبان الحاجات دي، ولكن هتاثر عليا بشكل قد ايه؟ النسبه فين عليها. المدرب البدني يعني او المحلل البدني؟ لا لا. خلينا نتفق المحلل مخطط الاحمال ده بيشتغل اربع خمس ايام، فدوره مش هتصعب تلاقيه بالذات في المنتخب. في المنتخب يعني دوره لحد ما هو بيعالج حاجات بسيطه خالص. ايوه هاخد من النقطه دي. طب انت حتى لو بتتكلم على الاجهاد ولعيبه النادي الاهلي طب ما انت خدت ايمن اشرف ليه؟ يعني برضو نتكلم في منطقه انت بتتكلم لعيبه الاهلي والزمالك مجهده وفي نفس الوقت وبيراميدز كمان وبيراميدز وفي نفس الوقت بتاخد ايمن اشرف وهو متعور وهو مجهد وبتاخده معاك، ما دي برضو تناقض. ما هو في حاجات، لا احنا بنتكلم جوه الجيم، هو في انا موافقك في حاجات انا ممكن، بس انا لو النهارده جيت ما خدتش ايمن اشرف ما الناس هتنتقدني برضو، مش هاخده ليه؟ هو راجل سليم، هو راجل سليم. مين بس مش سليم يا كابتن عادل؟ بس يعني كان ممكن يبقى موجود في اللقاء. أوكي. كان ممكن يبقى موجود عندك في اللقاء وممكن تحتاجه، ممكن يبقى موجود معاك في اللقاء الجاي. وايمن اشرف ليه قيمته في المنتخب ولازم يبقى متواجد. يا كابتن عادل متعور عنده خشونه في الركبه، عنده خشونه في الركبه، ده خد جواب وجواب من النادي الاهلي ان عنده خشونه. الطبيعي معنى انا مع انا هو ما اعرفش، جاله جواب من النادي الاهلي ان عنده خشونه طبي. وراح وكشف وبدليل وتواجد معاهم في بدليل ان هو ما اتمرنش ولا تمرينه مع المنتخب. ومحمد بركات قال ان هو مش هيلعب مباراه بس كنة. ممكن يبقى موجود في مباراه ثانيه جزر القمر، ممكن هو مباراتين يعني ممكن تمام. طالما في ممكن في كل الاحوال تم ضمه يا كابتن عادل بس يعني كل الاحوال تم. هو لعيب مؤثر، لعيب خلينا نتفق ان لعيب مؤثر وده طبعًا. ما يقللش من ان قيمه ايمن اشرف دي حاجه كويسه ان هو طبعا وهو مصاب موجود معاه او ممكن يحتاجه في مباراه ثانيه. فده جزء خلينا يعني انا شويه طول الوقت وانا بتكلم بصيغه المدرب صحيح ماشي. مش بتكلم صيغه الجمهور. الجمهور تمام. طبعا ثائر جدا على حاجات كتير جدا وده حقه، وانا شايف ان وانا بتكلم في المدرب ادي بقى حلول. تمام بالظبط. الحلول بقى اديها ايه؟ انا النهارده في جوه المباراه لا في حاجات كتير جدا ممكن تكون بقى بينت الاجهاد ده، انا ممكن بقى اخبي الاجهاد دي بقى النقطه دي بقى النقطه اللي انت بتتكلم كمدرب احنا بنتكلم كمدرب اعملها ازاي. انا عندي اجهاد اخبي، انا النهارده بلعب جيم مفتوح من بدايه المباراه، جبت جول بدري وبرده بلعب مفتوح بشكل يعني صلاح بيلعب وينج على الخطوط، تريزيجيه بيلعب وينج على الخطوط، ثلاثي نص الملعب هم اللي بيشتغلوا على الاجنحه، بيشتغلوا على لعيبه نص الملعب وبيشتغلوا على الباكات صحيح، بيدافعوا على لعيبه نص الملعب القلب وحمدي فتحي وطارق حامد هم اللي بيطلعوا طول الوقت بيدافعوا على الباكات. لو لاحظت طول الشوط الاول والشوط الثاني ان الناس اللي بتقابل الباك الديفندرين عشان محمد صلاح ما بيرجعش وتريزيجيه ما بيرجعش. جميل. دي ده بقى جزء اللي احنا لازم نستفاد بيه الفتره الجايه. أوكي. لاننا لما يجي محمد صلاح عنده كام ماتشات كتير جدا وتركيزه، خلينا نتفق ان اي حد في العالم تركيزه مش هيبقى زي تركيزه مع ناديه، لازم يقل وبالذات كمان لما يكون حجم المباراه اللي بلعبها مظبوط قليل، فده شيء طبيعي جدا. وانا النهارده مش طالب صلاح انه يديني الواجب الدفاعي بنسبه 100% او صحيح. 90% او 80% صحيح. ولكن انا اخلق له الحلول. يعني لما نشوف صلاح في ليفربول بيتخلق له حلول هو وماني ان هم ما بيدافعوش لغايه اخر لغايه مزبوط. الخطوط مزبوط. بس بيلعبوا بثلاثه في نص الملعب جميل. يبقى انا لازم افكر ان انا يبقى عندي ادوار تانية مختلفه للعيبه نص الملعب تبدا تشتغل بيهم على ده. اوكي. لازم اوزع الادوار عشان اللعيب اللي عندي اقدر استغله. يعني الخطه تتغير عشان تتناسب مع محمد صلاح؟ ده اللي كنا بنتكلم فيه امبارح. ليه لا؟ كان المفروض يعمل كده. ليه لا؟ انا عندي اتنين لعيبه بيلعبوا في الدوري الانجليزي
ومعهم راس حربة بيلعب في جلالة السراي ولعيبة محترمة جدا وعندهم جانب هجومي هايل. وممكن أنا مباراة مش دي برضو من الحاجات اللي أنا بقول إن احنا نستفيد منها. كابتن عادل يعني. أنا بكلمك في حاجة تانية. هو كان بيتكلم على عامل الوقت. عامل الوقت ما كانش مساعده إن يلعب أو إن هو يعمل تدريبات أكتر. يعني حتى النهاردة شفناه عمل تدريبة وراح طاير على نيروبي على طول. لا أصل هو دي واجبات ملهاش علاقة بالوقت خالص. أصل ده الواجبات دي أصلا الكلام ده لو أنا معايا فرقة أولاد صغيرين أو ناس يعني ليفل متوسط أو قليل ان انا هبدا اديله معلومه هتبقى مشكله بالنسبه له. اللعيبه دي بتلعب عندهم طريقه واثنين وثلاثه، اللي بيلعب بثلاثه خمسه اثنين وبيلعب اربعه ثلاثه ثلاثه وبيلعب اربعه اثنين ثلاثه واحد. ناس عندهم تنوع في الاداء يعني عامل الخطط. عامل وقت مش مبرر بالنسبه لكابتن حسام البدري. لا لا لا. شخصيه المنتخب ظهرت النهارده يعني حلل لي ليه ما ظهرتش؟ ليه ما ظهرتش؟ لان احنا كنا كان المباراه كانت مفتوحه، المباراه كان الشكل مفتوح والاثنين اللي عندهم واجبات. يعني تريزيجيه الى حد ما كان بيعمل واجبات دفاعيه الى حد ما، مش هو ده تريزيجيه، لان تريزيجيه من افضل الاجنحه اللي جت في تاريخ مصر. صحيح. بيعرف يعمل واجبات دفاعيه. يعني تريزيجيه هجوميا جيد جدا وافضل جناح جه في تاريخ مصر بيعرف يعمل واجبات الدفاعيه. مزبوط. ودي حاجه يعني من الحاجات اللي مميزه تريزيجيه وخليها دوره اساسي مع المنتخب. صلاح خلينا نتفق ان صلاح مش يعني واجباته الدفاعيه حتى لو هو مش بيلعب في ليفربول مش هتبقى احسن حاجه على على على, على الاطراف. هو يعني هو دي طريقته. فانا لازم اخلق طريقه لان انا اقربه للجول وان انا اعرف اشتغل عليه بشكل كويس. لو اشتغل هشتغل في ظهر المدافعين، لو اخليه يشتغل في يستلم في نص الملعب في 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 وسط الملعب بشكل كويس. لازم اخلق له ده. طب هنخلق له ده زي وانت كمدرب انت دايما انا مقتنع بكلامك مليون في المية. ممكن نعترض ونتكلم وننقد ولكن النقد لازم تديني حلول. يعني انا بالزبط. بقول ديت فواحد اتنين تلاته اللي انت شايفه من الناحيه الخططيه اللي كانت ممكن تفيد محمد صلاح او ان شاء الله في مباراه جزر القمر تتعمل عشان نظبط الحته دي. لازم النهارده انا عندي صلاح وتريزيجيه ما بيدافعوش بالشكل الكافي. عندي طريقتين. عندي طريق اما العب 4 4 1 1 وصلاح يبقى موجود تحت راس حربه اوكي ويبقى متحرر ولعبها شويه في ولعبها شويه مع كوبر ومع كوبر وليفربول لعبها في الاوقات اللي كان فيها فيرمينيو غايب ساعات شويه وحتى مع فيرمينيو كمان بيلعبها بشكل ان هو بيبقى اديهم صلابه دفاعيه اكتر لان هو بيبقى فيه زياده. هو بيدافعوا بثمانية وصلاح بيدخل معاهم بيبقى بتسعة بشكل حتى المسافه اللي كان بيقطعها صلاح مش قليله مش كبير. وانا خليني وانا لازم جوه انا شغال لازم اشوف ده. انا عندي لعيب عنده بقيمه صلاح ما ينفعش استهلكه في في حاجات ملهاش لازمه. لازم بقى اوفر ده بشغلي يعني بطريقتي انا اللي هعملها. 4 4 1 1 صلاح يلعب تحت راس حربه وده موجود وعندك الادوات اللي تشتغل بيها ده كويس جدا. العب 4 3 2 1 العب 3 فلات او العب 1 2 عندهم المواصفات دي. حتى النهارده وانت قفشه موجود قفشه ساعات كان بيعملها بس على استحياء بس هو مش مكانه. لكن هو لو واخد الاماكن لو واخد الادوار هيعملها لان قفشه في تعليمات هيعملها لان قفشه بيلعب 4 4 2 مع الاهلي. قفشه لعب 4 4 2 مع الاهلي لعب في مباراه فيتا كلوب الاخيره في الشكل ده. صحيح. ولعب مع فايلر في اوقات كتير بالشكل ده فلعب تمام. لو انا عندي الخصم الى حد ما في المتناول اوكي ماشي. لو انا عندي ليفل اعلى لا مش هعرف العب كده. لكن انا عندي المباراه في المتناول اقدر اشتغل ده اقدر اقف كويس جدا اتمركز كويس جدا. النهارده كل الهجمات الخطره كلها مع الاطراف 2 على 1. طب يعني انت يا كابتن عادل كنت يعني من الحلول اللي ممكن تقول انها ممكن تفيد صلاح ان احنا نلعب 4 3 3 ان يكون بطريقه ليفربول ان يكون في 6 وقدامه 2 8 و10 او 8 و10 او 8 و8 او 8 و10 وال10 بالطريقه الدفاعيه بينزل شويه دي تساعد صلاح اكتر وتساعد طبعا. لكن كان متحجم صلاح مش متحجم صلاح هو صلاح لا مش متحجم خالص. هو صلاح النهارده لعب فري يعني لعب كان بيلعب حر خالص ما كانش بيدافع كتير هجوميا ما كانش احسن حاجه لان اللعيبه اللي كانت المفروض تشتغل له وتوصل له الكوره استهلكت. في ثلاث لعيبه الشوط الاول انا شفت في ناس كتير انتقدوا وده حقهم طبعا. في لعيبه استهلكت طارق حامد وحمدي فتحي وقفشه. لو انت النهارده جيت عملت لهم معدلات جري هتلاقيهم اكتر مباراه عملوا فيها معدلات جري. لو جينا لو في جي بي اس بتشوف هتقيس هتلاقي الناس دي بس بدون انتاج. ما هو بدون انتاج لان هو بيعمل ادوار مش غير ادوار وبالتالي لما تجيله الكوره هو عمل ادوار كتير جدا. فلما الكوره بتجيله ما بيعرفش يتصرف فيها. انت عايز تعمل استحواذ وانت بتخليه يطلع يدافع بره الملعب وبعد كده ترجعه تاني جوه الملعب. فدي برده نقطه من النقط المهمه للناس او العموم الناس. انا مش بلوم على الجمهور طبعا الجمهور
حقه انه يستمتع، لكن بلوم على لما يكون في فنيا يعني. فنيا لازم تبقى تشوف الناس دي ايه يعني. النهارده شفت كان في استوديو اتكلم على الثلاثي اللي مش موجود، الثلاثي دول الثلاثي اللي وسط الملعب اكتر ناس استهلكوا النهارده. كانوا بيدافعوا ومطلوب منهم ان هم يهاجموا ويكملوا، بس المباراه كانت مفتوحه. فانا شايف ان كابتن حسام كان شويه كان المفروض يقفل الجيم شويه. الادوار الاجنحه كمان ممكن يبقى ليها دور تاني خالص، ممكن افكر فيه مستقبلا. اللي هو ايه مستقبلا؟ اللي خلي الاثنين اللي تحت راس الحربه اللي هو تريزيجيه وصلاح ممكن يدافعوا من القلب. انا فاهمه من كلامك يا كابتن عادل انه كابتن حسام بدري ما ذكرش المنتخب كويس. لا ذكره، لا مش عايزين نقول كده، مش امال ايه؟ مش حكايه ما ذكرش. لا انا المفروض اخلق حلول تانيه. ما بقاش يعني مش عايزه ابقى مبقاش كلاسيكي قوي. انا مش عايزاه، مش عايزه التصريحات اللي فيها تزويق يعني. اتكلم يعني اتكلم يعني اتكلم يعني بصراحه براحتي. جدا أنا يعني انا بتكلم براحتي وبعرف كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري عارف يقرا النهارده المنتخب، طريقه لعب المنتخب النهارده ازاي امام كينيا. منتخب كينيا يعني؟ لا عارف يقراها. لا هو قاريها انا اقول لحضرتك حاجه، في ناس النهارده برضو اتكلمت على نقطه الاوت ازاي مش عارف يتعامل معاه. لو جبت الكاميرا على كابتن حسام في اول المباراه هو عارف يعني. ان في اوت بتلعب كده وهم قارين الفرقه. ولكن انا ممكن اعرف فرقه بس انا مع ادواتي انا ادواتي انا ايه اللي هعملها عشان اوقف قفشه كان متحجم من وجهه نظرك. بقى عايزين نتكلم على النني، ولان النني برضو بالنسبه لي علامه استفهام. انك انت بتتكلم، انا معاك في كل اللي قلته. كان ممكن جدا يغير طريقه اللعب، نلعب 4-3-3، يدي مساحات اكتر لصلاح، يدي اريحيه كمان لتريزيجيه، لان كمان تريزيجيه كابتن عادل من النوع الاجنحه اللي ما بيطلعش على الخط، بيخش على جوه على طول لجوه، هيخش على جوه. وبالتالي لما بتلعب 4-3-3 هتلاقي صلاح بطبيعه جوه شويه، هتقربهم من بعض اكتر. في مناطق جوه الملعب اللي هي الهاف سبيس، اللي هي المنطقه ما بين لما بتعدي جوه الملعب شويه ب 15 متر، دي اخطر حته. انت النهارده ما استلمناش ولا كوره في المنطقه دي، صح؟ ولا كوره. الكوره الوحيده اللي صلاح استلمها في المنطقه دي اللي عملها لونج اللي عملها ثرو لمحمد لمصطفى محمد، اللي الجول طلع اخدها، اللي رجع الثاني قفشه اللي حطها لصلاح ولصلاح اللي كانت الخطر. دي الحاجه الوحيده الكوره الوحيده اللي صلاح استلمها من جوه الملعب. لكن كل اللعب تاني صلاح معلق وتريزيجيه معلق، وفي نفس والمساحه كبيره جدا على لعيبه نص الملعب، وبتسهل الامور كمان على ان الباك الشمال عادي جدا قدامه صلاح. النهارده لا بالظبط، النهارده الامور لا فيها كان فيها شويه. انا بقى شايف ان دي يعني انا ممكن ابقى مدرب واشوف تحليل من ناس يفيدني، وده مش عيب، لان طبعاً التحليل جزء، التحليل مش هو التدريب، التحليل جزء من التدريب. محتاج ان انا اشوف كتير، محتاج ان انا اقرا كتير، محتاج ان انا اسمع كتير في التحليل، اذاكر ده. ممكن اخد فكره من حد صح قليل في الكوره، بس اداني فكره استمتع بيها وانفذها بطريقتي كمان، بطريقتي بالظبط، بس تكون مناسبه ليا. فانا شايف ان ده الكابتن حسام يعني شايف ان هو لازم شويه يدي حريه لمحمد صلاح وتريزيجيه. مش حريه، النهارده كان عندهم حريه، بس حريه انا شايف ان هم شويه بمزاجهم، حريه مقيده شويه بمزاجهم. لا بمزاجهم. انت ممكن، انا ممكن اديك حريه ووسط القيود انت بتعمل اللي انت عايزه، خد بالك. انت ممكن ما تعلق، ممكن ما تنزلش، ولعيب الكوره اللي عايز يعمله هيعمله، صحيح. ولكن انا ممكن انا ادي له الحريه جوه القيود بتاعتي، خلي بالك. ممكن ادي للعيب الحريه وفي نفس الوقت اكون عامل له في اطار، واكون عامل له قيود ثانيه او لعيبه ثانيه عامل لها قيود، ان هو انت بتحافظ على 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 شكل الفريق. بمناسبه القيود بقى، انت كنت بتتكلم عن ان قفشه كان متحجم شويه النهارده، ومع ذلك كانت اللقطه المميزه الوحيده هو هدف قفشه. علقت على هدف قفشه ازاي النهارده؟ لا قفشه عمل جول مميز جدا من هاني بخبرته، ولا بالك دي كانت تعليمات تفتكر؟ تعليمات؟ لا لا، اصل في الكوره مش تعليمات يعني. خد بقى اقول لحضرتك حاجه بس عشان برضه تبقى فاهمه والجمهور يبقى فاهم. التلت الاخير مش بتاع المدرب بالظبط. التلت الاخير ده اللي هو الجزء الهجومي ده بتاع زي ما بيقولوا بتاع الاداره. الاداره بتدفع فلوس تجيب لعيبه كويسه، عشان تجيب لعيب كويس، عشان اللعيب كويس اللعيب ده هو اللي بياخد القرارات بسرعه بديهه. يعرف يتصرف. قفشه بيعدي بيمر بحاله جيده الفتره اللي فاتت مع الاهلي ومع المنتخب، وعنده ثقة وأدى بشكل، وشايفه بيأدي بشكل كويس. ممكن يكون مش طول الوقت بيدي العشرة من عشرة، لكن بيديك الأعلى من المتوسط، وهو يعني هو حتى لو هو وحش بيديك صحيح الجزء اللي أنت عايزه في المباراة. مزبوط. وده اللي حصل النهاردة. ممكن يكون ما كانش ليه دور كبير، لكن كان في وقت من الأوقات كان بيعرف يقف، يبقى محطة كويسة في نص الملعب بيشتغل عليه. الجول سجل جول كويس، جول كان
كان في تحرك كويس من هاني ومن صلاح ومن مصطفى محمد ومن قفشه، وتعامل معاه بشكل جيد جدا في جزء فيه خبره شويه. المهاره مع الخبره، المهاره لما مع الوقت المهاره بتزيد، لما اللعيب المهاري لما بياخد خبرات مهارته بتزيد. بس فجول قفشه يعني شايف ان هو جول فيه جزء من الخبره. طب التغييرات يا كابتن عادل، ودايما لما يجيني التغييرات بتبقى دايما التغييرات انك كمدير فني بتشوف حاجه غلط في الملعب فبتحاول تصلحها، او غير طبعا التغييرات الاجباريه لو في اصابه ولا حاجه. تغييرات الكابتن حسام النهارده وخاصه في نص الملعب كان عليها برضه علامات استفهام كبيره جدا، خاصه بالنني، وان النني كان الناس متوقعه انها تشوفه لانه في احسن حالاته مع الارسنال مش متواجد في التشكيله الاساسيه. تغييرتين في نص الملعب ولم يتواجد النني. بص هو الـ انا عندي بس هو جزء ده الوحيد اللي انا ممكن اكون متعارض فيه مع كابتن حسام النهارده في تصريحاته، ان هو جه في وقت من الاوقات قال انا اديت وجوه كتيره النهارده في المباراه، والمباراه ما كانتش محتاجه، مش هقول ان هي محتاجه وجوه جديده، لا، انت كنت ممكن تخسر المباراه تدخل في حسبه تانية خالص. كينيا يعني خلاص بينك وبين كينيا بتتكلم في نقطتين بالظبط، فانت بتتكلم في حسبه تانية خالص. فانا شايف ان انت ان احنا نروح لحته ان انا عندي وجوه جديده دفعت بيها، ده برضو لا، انت بتعمل ريسك، انت طالما هتاخد ريسك من البدايه ما ناخد ونلعب بقى من البدايه ويبقى عندنا ريسك ونادي بشكل كويس ونلعب مباراه كويس. الريسك في التغييرات انا شايف ان هو مش مناسب للفكر بتاع ان انا عايز اخد نقاط المباراه، انا عايز اخد نقاط المباراه يبقى اشوف بقى اللعيبه اللي تبقى مناسبه للمباراه. فدي النقطه اللي انا شويه بعلق فيها، يعني ممكن اكون مختلف فيها مع كابتن حسام. انا عندي هو اخد ريسك في ان انا نزل وجوه جديده، يعني هو كان تصريح ان هو عندي اشركت وجوه جديده في المباراه. ايوه بس وانا ممكن اخسر. انت النهارده كنا موفقين جدا بالظبط، تحكيم كان هايل يعني تحكيم، لو التحكيم العادي بتاع افريقيا كنا ممكن نخسر ومن غير فار كمان النهارده صعب جدا، وحاجات لو اتحسبت محدش يقدر يتكلم فيها. الجون اللي اتلغى مثلا وضربه الجزاء الثانيه، ضربه الجزاء صحيح، في حاجات طرد عادي جدا ممكن لو ما يعني انذار، في حاجات كتير احنا كنا موفقين فيها. فانا شايف لا، دي النقطه دي انا مختلف فيها مع كابتن حسام شويه، ان احنا ليه يعني في ليه برده في نقطه برده مهمه من الحاجات الكويسه، ان انا وانا شغال ما اعملش دوشه لنفسي كتير، يعني عدم وجود انني برده سبت انت حته مفتوحه كده لان الناس تتكلم ليه يعني ليه، مع ان الوقت مش مناسب. انا شايف ان الوقت مش مناسب لان انا لسه عندي مباراه في القاهره، لو كنت لا قدر الله خسرت النهارده كانت مباراه القاهره دي بالنسبه لي حسابات تانية، مباراه حياه في حسابات تانية، ليه حسابات تانية خالص. فليه انا فاتح؟ فده برده جزء من كابتن حسام عنده كم خبرات كتير، كان المفروض يتعامل مع الموضوع بشكل افضل يعني. في اخبار اوضه اللبس الفتره الجايه محتاجه تبقى اهدى، حتى اوضه اللبس 3 ايام حتى لو قلت اللبس تبقى ساعه يا كابتن عادل، انت عارف يعني هي ساعه واحده يعني ساعه ممكن دلوقتي يا كابتن عادل بتتكلم عن انه الجهاز الفني هيريح نجومنا المحترفين في مباراه جزر القمر، ده حقيقي. نعرف رايك في ده، متفق ولا يعني بتختلف معاه؟ بس بعد نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل. لما بنتكلم النهارده عن مباراه منتخب مصر ومنتخب كينيا فاحنا بنتكلم من غيرتنا على المنتخب. الحقيقه ان احنا النهارده بنتكلم علشان نتفادى السلبيات بعد كده. انت بتلعب مع منتخب النهارده في المتناول، بتلعب مع منتخب غير مصنف، فما بالك لما بتلعب مع منتخب اكثر قوه واكثر شراسه. هو ده النهارده عنوان الفقره ديت من اللي احنا بنتكلم فيه، يعني مع الكابتن طبعا عادل مصطفى اللي منورنا في البيت الكبير. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن يعني الاخفاقات، او خلينا نسميها دروس المستفاده من مباراه اليوم، لانه اللي جاي المفروض انه اصعب. كابتن عادل، صحيح المكسب الوحيد هي النقطه الوحيده اللي حصلت عليها مصر النهارده، ولكن الاداء يعني حتى كابتن هاني مثلا في الانترو كان بيقول انا كنت متوقع 4-5 في الماتش ده، فكان كان ممكن يعمل كده النهارده المنتخب الوطني في ارض غير ارضه وجمهور غير جمهوره، كان ممكن يعمل كده؟ لا طبعا، ما يعني مباراه في المتناول يعني خاصه مباراه في المتناول، مفيش جمهور ومفيش اي حاجه ارض حلوه قوي وارض كويسه، دي حاجات النهارده يعني كل الاجواء النهارده مش بتاعت افريقيا خالص. نعم يعني كابتن يعني الناس لعبت افريقيا تعرف يعني ده مش اجواء افريقيا خالص. الملعب كويس، ملعب واسع، النجيله الى حد ما كبيره جدا يعني كويسه جدا، الجو كويس، مفيش جمهور، فكان عند يعني كان كل كويس. الادوات حكم كويس جدا، فكل الادوات النهارده كانت مهيئه، كل الاجواء مهيئه ان احنا ماتش كويس وان احنا نطلع بنتيجه احسن من كده. انا شايف ان احنا بس محتاجين يبقى في
مش هقول مخاطره، ولكن يبقى فيه شويه يعني نبعد عن عدم التحفظ شويه. احنا محتاجين تجازف. مش تجازف، انا مش بجازف. انا ما عنديش حاجه انا ما بلعبش على حاجه يا صابت يا خابت. أيوة، هو مش مجازفه. أيوة. هو يعني مزيد من الحريه، قليل من الحريه. صدق يا كابتن عادل، انت بتلعب يعني في وقت من الاوقات ربع ساعه انت وبتلعب قدام كينيا وهي ناقصه لعيب. ربع ساعه دول في وقت هم جم عليك في حاجات، يعني في عرضيتين، في عرضيتين اتعملوا في خلال ربع ساعه. بالظبط، يعني في لعيب من توتنهام ما جاش، لعيب محترف ما جاش. بتتكلم على فرقه بتلعبك ب 10، وانت مع احترامي كمان ان ده يا كابتن عادل النهارده اتشاط علينا 15 كوره المنتخب مصر استاتيك كده، واحنا شوطنا 3، وخلال ال 10 دقايق الاخيره وهم بيلعبوا 10 مفيش فرصه حقيقيه انك حتى تقول، او مفيش شكل يبين ان انت ممكن حتى تكسب 2-1. بالعكس، احنا كنا قاعدين خايفين لا كوره مرتده تيجي جول. احنا النهارده ما يعني ما كانش باين انت بتلعب استحواذ ولا بتلعب زون عشان تعمل كاونتر اتاك. النهارده ما كانش باين ده، يعني خلينا برضه نبقى منطقيين. انت ممكن تلعب مباراه بتحفظ وتكون بتلعب زون عشان تلعب كاونتر اتاك، انت حتى ما عملتش ده. انت كنت بتلعب كوبر، كان بيلعب كده والناس كانت يعني، بس كان ليه شكل يعني. دايما الناس دلوقتي اصل كوبر والناس ما كانتش عاجباها كوبر كان بيلعب كوبر بالنقطه اللي انت بتتكلم عليها. مشكله كوبر ومشكله اي حد هيجي بعد منتخب كابتن حسن شحاته، ان منتخب كابتن حسن شحاته دول كانوا بيلعبوا كره شراب. من الاخر يعني ده منتخب بتشيل لعيبه بتحط لعيبه. صح، انا ممكن اقول لك اللعيبه اللي ما كانتش بتروح المنتخب لو موجوده دلوقتي تعمل منتخب تاخد تاني. 50 مليون و60 مليون اللي ما كانوش بيروحوا منتخب. صحيح، فده صعب ان انا اقارن، ان الناس كانت تقارن ان الجيل ده بالجيل اللي فات. الجيل اللي فات كان عنده ثقه رهيبه مع فارق الامكانيات. كان صحيح. دلوقتي الجيل ده خلي بالك، الجيل ده هم دول احسن لعيبه موجوده دلوقتي. طبعا صحيح، وجيل قوي. طب، ولكن مقارنه بالجيل اللي فات لا مش لا زي الجيل اللي فات. لا ما بنتكلمش على يعني الاجيال، بنتكلم على رؤيه. وانت يعني انت كمان اللي خلتني انتبه لكده، ان الطريقه المثلى لانك تطلع كل اللعيبه اللي عندك، تطلع كل طاقتها. كوبر كان بيعمل كده، احنا ما عندناش بيلدينج اب، فبنعمل ايه؟ احنا بنقفل ونعتمد على كاونتر اتاك. بالظبط، الطريقه المثلى بالامكانيات الموجوده فيها لعبتنا دلوقتي. نلعب ازاي؟ نلعب ضاغط، نلعب تلتين ملعب، ندي مساحه. يعني انت شايف برضه رؤيتك من خلال امكانيات اللعيبه دي، ايه الطريقه المثلى اللي احنا نلعب بيها؟ الطريقه المثلى انا شايف ان طريقه كوبر، مش هقول ان هي كان كلها احسن حاجه، بس كانت بطريقه كوبر كانت بمزيد شويه من يعني من الحريه كانت تديك حاجه شكل كويس. وخد بالك، كل فرقه العالم وهي بتدافع بتامن وبتشتغل طبعًا كويس. طبعا المشكله والكوره معاك. بالظبط، انت والكوره معاك بتشتغل ازاي؟ هو الطبيعي دلوقتي في الكوره مفيش حد بيطلع يضغط عالي طول الوقت ويفضل يشتغل فترات من المباراه. لو طبيعي جدا ده طبيعي جدا، واللعيبه كمان بتبقى جايه من سفر واجهاد وبالذات المنتخبات. مظبوط، انا دلوقتي ازاي بقى زي ما حضرتك بتقول ازاي اقدر اطلع احسن حاجه عندي؟ هي دي. انا اشوف الادوات اللي عندي لازم اشتغل عليها. انا لازم اشتغل، لازم يبقى عندي تحرر شويه، لازم في حاجات عندي ديفوهات في فرقتي لازم اخبيها. الحاجات اللي لو في مساحات عندي في ظهر المدافعين لازم اخبيها. اخبيها ازاي؟ العب ضاغط ولا العب مفتوح؟ هلعب ضاغط، هل هلعب ضاغط بلعيبه عندي كم سرعات فيهم مش عاليه ولا في حاجات كتير جدا لازم انا برضو مش عايز اروح لحتت كتير قوي عشان برضو ما بقاش ان احنا بننتقد بشكل بس في الاخير الوقت. انت بتنتقد افتقاد الفكر الهجومي للمدير الفني للمنتخب الوطني النهارده. انا مع كده من انا شايف مجمل كلامك يعني يبقى في شويه في حريه يعني اقف كويس. هو انا النهارده برضو في نقطه، احنا ما كناش بندافع. لا احنا ولا كنا بندافع ولا كنا بنهاجم، بس احنا لو انا النهارده عندي فكر، لو انا عندي شويه عندي تحفظ ما عنديش مشكله خالص. تعب بقى ان احنا النهارده لو دافعنا كويس كنت هتلاقي مساحات لصلاح وكنت هتلاقي مساحات لتريزيجيه وكل حاجه. صح، لكن احنا ما كانش عندنا حاجه. احنا النهارده حتى وهم مندفعين لا، هو انت لا كان عندك استحواذ في نص الملعب ولا عملت كاونتر اتاك كويس. حتى الهجمه اللي انت عملتها كانت هجمه منظمه، ما كانتش كاونتر اتاك. افتقدنا القائد في الملعب يا كابتن عادل. صحيح، القائد شخصيا لا، احنا افتقدنا يعني طريقه التدوير جوه الملعب. الكوره ما كانتش بتدور بشكل كويس، وده عشان احنا كنا بعيد، اللعيبه كانت المسافات كانت بعيد جدا عن بعض. واحنا ما استغلنا يعني، عارف انا معايا حاجات كتير اوراق كتير كويسه بس شويه مش مترتبه. هي كانت عايزه ترتب بس، وكابتن حسام عنده دخل بقى. كابتن حسام بيعرف يرتب وبيعرف يشتغل بيقف بشكل كويس، ولكن النهارده انا برضو عذره في حته بتاعت المحترفين. خلي بالك، عارف انا لو بلعب مباراه من غير محترفين كنت هتلاقي شكله احسن من كده بكتير جدا. احسن من كده بكتير، بس ان هو يعني وجود محمد صلاح. محمد صلاح طبعا يعني مش انا اللي هتكلم على قيمته يعني،
ولكن ممكن وقت من الاوقات ممكن في ماتشات انا مش محتاجها قوي ممكن ما استدعيش كم المحترفين دي ما احرجهمش كمان لو هم مش عايزين يجوا ما احرجهمش ايه المشكله ما اشتغل بال وممكن عايز اسالك حاجه من كلامك ده يعني افهم كده ان انت اللعيب المحترف اللي هتستعين بيه لازم تلعب لازم يشارك طبعا لازم يشارك لازم يشارك عايز تروح حته ثانيه لا انا لا بتكلم عن انه اللي خلي بالك انا برضو انا مختلف في الحته ديت انا مش لازم كل اللعيبه المحترفه لو ماشي بشكل كويس يعني في وقت من الاوقات كان النني ماشي بشكل وحش قوي بره وكان بيجي يلعب كان في بعض الانتقادات انا في رايي ان اللعيب المحترف اللي عنده اللي جاهز لهذه المباراه يجي يلعب ما فيش عندنا مشكله ومتفق كمان معاك في نقطه ان ممكن جدا في مباريات انا شايف ان انا قادر العب فيها باللاعبين المحترفين الداخليين ان انا اديهم فرصه ويبقى صلاح مثلا يجي على مباراه نيجيريا الجزائر يعني ما فيهاش مشكله هي حسابات ما فيهاش مشكلة. فعلا مشكله طالما اللعيب مش هتسبب له حاجه يعني مثلا في لعيبه بتبقى عايز تلعب ماتشات دي لان هو بقى عنده ريكورد كويس عايز يلعب ماتشات عايز يسجل دي ده نقطه ده حقه تمام. وده حق اصيل ليه لكن لو هو ما عندوش الرغبه مش لازم يبقى اجباري يبقى موجود دي نقطه ماشي. شويه ممكن تكون بعيده عن احد نتكلم فيه ونقطه صعبه شويه ممكن مش بعض هي فيها حساسه شويه لكن على مستوى اوروبا الناس بتتكلم في كده ممكن جدا المدير الفني بيتكلم مع اللعيب قادر احنا محتاجينك لا الفتره ده جايه مش قادر فالعمليه هناك اسهل شويه مش شايف فيها حاجه خالص وكابتن حسن الثلاث بطولات اللي اخذهم كم المحترفين فيهم قد ايه ما فيش 90% كانوا لاعبين محليين كان في حد تاني زيدان هو بس زيدان مظبوط بس خلاص هو زيدان بس اللي كان محترف ولقيت اللعيبه كان في الدوري المصري خد بالك دي من الحاجات اللي كانت مؤثره جدا مع كابتن حسن ايوه كابتن بس دلوقتي احنا عندنا لعيبه محترفه جامده لا انا بتكلم على الماتشات في ماتشات اللي ما تستاهلش الماتشات اللي مش مستاهله انا شايف ان الماتشات اللي مش مستاهله ادي فيها اللعيبه اللي انا بقى عايز اجربه بس برضه هستفيد من اللعيبه بتاعتي انا استفيد من نني واستفيد من صلاح واستفيد من طالما جبته استفيد بيه بالظبط لا يبقى لازم طالما جبت اللعيب لازم استفيد بيه النني بخصوص النني اكتر فتره هو مميز فيها واكتر فتره هو بيلعب فيها وبقى اكتشاف جديد في مركز رقم 6 انت النهارده اتنين لعبت باتنين بستتين جوه الملعب فعادي ممكن العب بنني طالما انا عندي فكره ان انا المباراه الجايه طلع ستتين ونزل كمان اتنين مدافعين كمان يعني عمرو السوليه بيزيد شويه لكن برضو ما شفناش في الجانب الهجومي يعني مش الزياده الكبيره التمانية الطبيعي التمانية يعني. اللي هو الزياده الطبيعي الكبيره جدا فانا ليه طالما جبت لعيب ما لعبه وطالما انا عندي الفكره بتاعت ان انا لو انا ربنا كرمني وصعدت ما اجيبش اللعيبه دي معايا المباراه الثانيه ما العب واستفيد بيه وكمان انني ماشي كويس انا برضو هي النقطه بتاعت كابتن حسام ان انا ما اقعدش افتح على نفسي حاجات كتير يعني ممكن في حاجات بقى تبقى الامور نهدي الدنيا شويه ده مش عيب على فكره مش عيب خالص طبعا مش عيب ان انا بذكاء على فكره بذكاء ان انا اشوف الدنيا مش هقول امشي ورا الناس بس انا شايف ان الدنيا في مش احسن حاجه في حته معينه يبقى اقفلها ومش شايف فروقات كبيره خلي بالك ولما تيجي منطقيا لما تجيب لعيب من ارسنال بيلعب اساسي وعندك لعيب بيلعب في الدوري المصري ايا كان اسمه لو جيت عملت مقارنه لو اديت اللعيب اللي بيلعب في ارسنال ده ما حدش هيقول لك لا انت لعيبته ليه وكمان الراجل اللي هو بقاله فتره بيلعب اساسي هو النني اسم اللاعب المحترف في احسن فترات حياته ده حقيقي التقارير اللي بتتكلم عن ان الجهاز الفني للمنتخب مش هيستعين بالمحترفين في مباراتنا الجايه مع جزر القمر تتفق مع ده ولا لا من كلامك فاهم انه المفروض يعني لازم يشاركوا باي حال من الاحوال المحترفين لا خلاص انت خلاص ما بقى هيريحهم بقى المباراه اللي جايه لو انت احنا صعدنا بقى المباراه دي ادي فيها بقى دم جديد اللي هو الوجوه الجديده اللي انا عايزها لو في وجوه جديده انا عايز اشاركها ليه المشكله ما اشاركها المباراه دي عندي لعيبه ما بتلعبش بشكل كبير اديها المباراه دي وصدقيني هتلاقي مردود احسن لان الناس عندها دوافع اكتر صحيح هو ده الوقت بتاع التدوير بتاع الدوافع انا عندي دوافع اكتر بمناسبه الدوافع لو كابتن عادل مصطفى هو مدرب المنتخب دلوقتي هل في أسماء كان ممكن يستعين بيها إضافة للموجودين حاليا حتى لو هيقعدوا على دكة البدلاء كان ممكن يفرقوا كان ممكن يعملوا حاجة مع المنتخب النهاردة؟ لا هو في لعيبة كتير ما دخلتش منتخب بس اللعيبة اللي كانت تستحق كانت في لعيبة من وجهة نظرك كانت تستحق تنضم للقائمة؟ كان في لعيبه تستحق بس كلها في منتخب اولمبي انا شايف ان اللعيبه اللي تستحق تشترك تبقى موجوده في المنتخب الاول معظمها في منتخب اولمبي فما فيهوش مشكله وده بيبقى تنسيق بين المنتخبين بيبقى في تنسيق بين المنتخبين كابتن حسام ما عنديش يعني مش شايف يعني هم لعيبه المنتخب الاولمبي هم اقرب ناس للمنتخب كابتن عادل وخلينا نتكلم وكان مباراه جزر القمر بكره
انت شايف مين التشكيل المناسب او الوجوه الجديده او هتدي مين من البدايه؟ هنطلع المحترفين زي ما انت قلت، هنطلع المحترفين بره. انت شايف ممكن يكون التشكيله الامثل لمباراه جزر وقمر من خلال طبعا 5 لعيبه محترفه مش هتكون موجوده، حابب كمان تشوف مين؟ يعني حابب تشوف مين في المنتخب؟ يعني انا نفسي اشوف مصطفى فتحي. مصطفى فتحي بقالك كتير ما شفتوش. ومصطفى فتحي على المستوى الدولي يعني. ما قبل الفتره اللي هو ما كانش بيلعب فيها كان بيأدي بشكل كويس جدا مع المنتخب، ولعب مباراه مهمه جدا. لعب مباراه نيجيريا في التصفيات افريقيا، وكانت مباراه صعود، وكان بينزل بيأدي بشكل كويس جدا. احمد ياسر ريان ممكن رايح، احمد ياسر ريان ممكن، حسام حسن. في لعيبه كتير ممكن يبقى ليها تواجد الفتره الجايه. يعني تدي لعيبه زي اسلام عيسى مثلا، خلاص تاخد بس مش كله مره واحده. بس اديهم يعني اديهم اجزاء كبيره من المباراه. طالما استعنت بيهم واللعيبه دي، في لعيبه يعني انا في ناس انتقدت ناس اتاخدت المنتخب، بس شايف ان اللعيبه الموجوده لا، لعيبه مميزه، معظمها لعيبه مميزه، انسجمت مع بعض بالشكل المطلوب اللعيبه دي. لا هو انا المنتخب بالنسبه لي ال11 اول حاجه. التيم اللي انا بلعب بيه كل ماتشاتي التغييرات فيه قليله جدا. محدوده. واللعيب اللي بيدخل منتخب مصر ده عشان تدخل لعيب جديد لازم يتعب عشان يدخل منتخب. مش اللي هو اي حد يلعب ماتشين كويس يروح داخل منتخب. ممكن يبقى لعيب بقاله فتره طويله مميز وبيتاخد في القائمه ويخرج، بيتاخد في القائمه ويخرج، بعد كده يبقى موجود في المنتخب. فانا شايف ان الحفاظ على قوام منتخب دي حاجه كويسه. وبالذات كمان بالذات ان احنا عندنا دلوقتي عندنا ميزه كويسه جدا جدا، عندنا منتخب اولمبي 3/4 يلعب منتخب اول مستريح. يعني 3/4 لعيبه منتخب اولمبي يلعبوا منتخب اول عادي جدا. ففي زي ما كابتن هاني اول قال في بدايه الحلقه، لا عندنا قاعده عريضه جدا من اللعيبه المميزه والمتالقه في الدوري او محترفين. لا عندنا عدد كبير جدا. اخر سؤال بالنسبه معلش ادعم، يعني انت بتتكلم على عنصر مهم، اللعيبه المنتخب الاولمبي وعندهم عدد كبير جدا، وخاصه زي يعني صلاح محسن متواجد ولعب منتخب اول. بتتكلم طبعا على اصلا مصطفى محمد هو لعيب اولمبي. بتتكلم على طاهر محمد طاهر. بتتكلم على اكرم توفيق. بتتكلم على فتوح اصلا منتخب اولمبي. يعني بتتكلم على زي ما بقول لك الكابتن حسام البدري عنده قاعده واسعه جدا من اللعيبه اللي يقدر يستفيد منهم. لكن هو بالنسبه له مباراه جزر القمر ديت مباراه حتى على مستوى عوده الثقه بالنسبه للجماهير وان الناس تنسى شويه الاداء. انت شايف يعمل المعادله دي ازاي مباراه جزر القمر عشان كمان يشتغل الفتره اللي جايه بدون دوشه وبدون نقد؟ يعني المباراه انت شايف لازم تخرج بالشكل ده عشان حتى الناس تنسى مباراه كينيا؟ يعني اول حاجه لازم يبقى في مكسب مهم جدا جدا في نهايه التصفيات. برضه ما ينفعش تخسر مباراه او تتعادل على ملعبك. مهم جدا يبقى عندي اداء كويس، يبقى في حريه شويه. خلاص التحفظ اللي هو بتاع الصعود ان انا عايز اصعد ما بقاش موجود. فليه انا ما اديش حريه اكتر للعيبه؟ لعيبه تاخد فرصتها كامله هتستفاد بيها جدا، لان بدايه اللعيبه في المنتخبات بيبقى عنده جعان عايز يدي احسن حاجه عنده. فليه ما استفادش بده؟ وبالذات لعيبه بقى لها فترات، يعني اللعيبه اللي موجوده دي مش اول مره تنضم للمنتخب. يعني مفيش لعيب وجه جديد في المنتخب وبقى لهم فترات بس ما خدش فرصه كامله. اسلام عيسى يمكن شويه اعتقد اسلام اتاخد قبل كده بس كان موجود بس ما لعبش. يعني ممكن يبقى في وجوه جديده تأدي بشكل كويس اكسبه من الفتره الجايه. طيب عايز تقول حاجه ثانيه قبل ما نروح للاهلي؟ عايزين نتكلم على الاهلي. والحقيقه النهارده كان في حاجه بعد الفاصل قبل الفاصل او دلوقتي يعني بنفتح موضوع الاهلي. بمناسبه الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده كان اتصل بحمدي فتحي علشان يعرف موضوع الجزع اللي في الكوع. طبعا اطمن عليه وكان بيتكلم انه عايز يعرف يعني التشخيص ومده الغياب. ده ان شاء الله هنعرفه على مدار الايام اللي جايه. النهارده في حدث مهم جدا جدا. النهارده الفريق الاول موسيماني اختار انه يلعب مع قطاع الناشئين في مباراه وديه. والحقيقه كابتن عادل طبعا مصطفى برحب بيه مره تانية. زي ما بنقول كده النهارده موسيماني يعني ضرب عصفورين بحجر واحد. كنا بنتكلم حتى في الانترو ان في كانت مكاسب كتيره قوي في المباراه ديت. منها النهارده ان هو بص على الناشئين كويس بشكل قريب قوي، اطمن على وليد سليمان والاصابه، وفي اكتر يعني من زاويه الحقيقه يمكن طلعنا بيها المباراه ديت. الفكره نفسها عادل مصطفى شافها ازاي؟ دي فكره مهمه جدا ولازم تكون مستمر لان الفكره، لان استمرار الفكره دي
بينتج عنه حاجات كتير جدا، بتدي خبرات للعيبه الصغيرين وبيتشافوا بشكل جيد جدا لان هم طول الوقت تحت عينين المدير الفني، وبيديهم ثقه كمان، بتديهم ثقه اكنه بيلعب مع لعيبه الفريق اول، بيتدرب معاهم، بيلعب معاهم مباراه، ودي حاجه كويسه جدا مهمه جدا. اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللعيبه اللي ما بتشاركش كتير بتشارك وبعدين بيلعب مع اخواته، بيلعب مع اخواته الصغيرين، أيوه. بيلعب مع اولاده، فبالتالي الخوف على اللعيب هيبقى شويه كويس. اللعيبه برده خايفه على بعض، خايفه على بعض، مش مباراه وديه ممكن يبقى فيها اذى للعيبه. فدي انا شايف ان هي ليها شقين، شق ان انا بكسب لعيبه صغيره ونفس الوقت كمان لعيبه اللي ما بتلعبش كتير، يعني شايفين ناصر وسعد ورامي واللعيبه اللي ما بتلعبش بقى لها وليد طبعا، اللعيبه اللي ما بتلعبش بقى لها كتير دي حاجه كويسه جدا. مهما كان برده التدريب في الاهلي مستوى مختلف عن الانديه الثانيه، وتدريب الاهلي بمباراه بره، ولكن برضو المباراه الوديه بتبقى شويه ليها طابع مختلف عن التدريب، زي المباراه الرسميه مختلفه عن الوديه، فبرضو المباراه الوديه بيبقى فيها شكل قريب شويه للرسمي، وبالذات كمان لما بكون بلعب مع اولاد صغيرين من النادي بتاعي، من فرقتي، ببقى برضو مش عايز اخسر، واللعيبه الصغيره بتبقى عايزه تثبت نفسها، فالمباراه بتدي كل واحد بيدي احسن حاجه عنده. فانا شايف ان المباراه دي ممكن تعمل كتير. ما انا اتكلمت ان في اجزاء معينه ما يكون عندك لازم توقفات بالظبط. عندي تلاحم مباريات، في ناس ما بتشاركش، ايه المشكله ان انا اخليها تشارك؟ صحيح. لو عندي مثلا 19 لعيب او 20 لعيب معتمد عليهم اربع خمس ماتشات ورا بعض والروتيشن بتاعهم قليل، ممكن اللعيبه اللي بره القايمه اللي هم 12 او 13 واحد يلعبوا الماتشات دي، ليه لا؟ واحساس حتى احساس المباراه زي ما بتتكلم غير تدريب، حتى غير تقسيم خالص، يعني هم كمان في حكم وفي رولز بالزبط. وفي ارتباط ببوزيشن، في خطه بتتحط، فده بيدي كمان احساس اللعيب اللي، وده كنا بنعمله. انا فاكر مره قالوا لي هتطلع تعمل تقسيمه مع الفريق الاول، تخيل كميه الفرحه والتحضير وان انا هطلع مجرد فلان تعبان شويه فهاني كمل التقسيمه، ما هاني كمل التقسيمه. كل الصغيرين لعبوا كده بالظبط، كلهم لعبوا صدف. بالظبط. رحت ممكن تلاقي واحد اصلا ما كانش اسمه في التقسيمه، بتلاقي اسمه اتحط وتلاقيه هو اول واحد لعب. الحاجات دي كلها صدف، والحاجات دي كلها ترتيبات، يعني ما حدش بيعرف يرتب لها، يعني مفيش صدف. فانا شايف ان المباراه دي مباراه مهمه، وشايف ان هي تستمر في الفترات اللي اللعيبه كتير ما بتلعبش. صحيح. بتشارك في المباريات. شفت وليد سليمان ازاي النهارده ومشاركته؟ لما نتكلم عن وليد اكيد بنتكلم عن خبراته كمان، مش بس المحليه، الافريقيه كمان. يا كابتن عادل، وليد سليمان اخر لعيب من الجيل العظماء، يعني لعيب كبير، ولعيب لعيب من اكتر اللعيبه المؤثره جت، مش هقول في تاريخ مصر عشان برضو ما مظلمش ناس كتير، بس لا، هو لعيب مؤثر جدا، حتى لو وليد بيلعب 10 دقايق بيبقى مؤثر فيهم. دي حقيقة. صحيح. عنده من المهاره، وعنده من الحماس والروح انه يقدر يدي اي وقت، احتاجته في 90 دقيقه هتلاقيه، احتاجته في نص ساعه هتلاقيه، في 10 دقايق، 5 دقايق. بقى عنده عارف لما تبقى انت مبرمج خلاص آليا، انت نزلت المباراه عارف انت ليك هجمه، ليك اسيست، ليك جول، ليك محاوله. وليد من اللعيبه دي، اللعيبه اللي هي مهما في اي وقت جاي من اصابه، بقاله كتير ما بيلعبش، مجهد، هتلاقيه ليه دور. فوليد من اللعيبه من يعني داخل في منطقه اللعيبه الكبار جدا في الفتره اللي فاتت. ده حقيقي. وهو اخر حاجه، يعني شايف ان اخر واحد من الجيل اللي فات موجود، وجوده في الملعب انا ببقى مبسوط له، يستحق ده، ان هو مجتهد جدا ويستحق ان هو موجود في المكان ده. وليد ما شاء الله، يعني على مدار تاريخه موجود في النادي الاهلي، ولا سمعنا مشكله، ولا سمعنا خالص حاجه مع مدرب، او مدرب يقول له اقعد يلوي، لا، وليد موجود، انزل دقيقه زي ما بتبدا المباراه. فده في معدن النادي الاهلي، وفي ريحه زي ما انت بتقول، ريحه النجوم الكبار المنتمين بشكل كبير للنادي الاهلي. من الحاجات اللي انا كمان شايفها ان بنشوف كمان تغيير بوزيشن، يعني شايفين في وقت من الاوقات بدا بدر بنون بيلعب في نص الملعب. ده حقيقي. خلي بالك الحاجات دي برضو بتفرق، افكار بتخلق افكار جديده للمدرب. ليه لا؟ حتى لعيب عايز دلوقتي سعد بيلعب جنب ولد ناشئ كمان. فدي كمان الربط ما بين الولاد الصغيرين واللعيبه، بتلعب اتنين سيرفر باكين، سعد سمير وجنبه ولد صغير بيلعب. دخلت بدر بنون شويه في تطعيم الفرقتين، فرقتين مطعمين باللعيبه الصغيره
على المستوى الفني كمان بيستفيد مش بس طبعًا. على مستوى طبعًا. على المستوى البدني يعني. اللعيب الصغير الماتشات دي مجرد ان هو موجود جنب سعد سمير او جنب رامي ربيعه بيستفاد وبدر بنون ووليد طبعا بيستفيد جدا جدا وبتخلق له كمان ان هو بتخلق حافز كمان ان هو ممكن يبقى موجود في اي وقت ليه لا صحيح. ممكن تبقى فجاه تلاقي تلعب مباراه بقيت متواجد على طول متواجد على طول يعني طيب مباراه المريخ اللي جايه يا كابتن مباراة احنا طبعا مباراة فيتا كلوب بالنسبة لنا كانت مباراة لا بديل عن الفوز الحمد لله عملنا نتيجة جيدة جدا وفوز وأداء. كبير جدا وأداء أكتر من أفضل رائع. أداء في صحيح دي أفضل ده أفضل أداء من بعد مباراتين الوداد برافو عليك مباراة إنبي ومقاولين ده أفضل أداء للموسيماني الشوط الثاني كمان ماشي إيه؟ ومقاولين الشوط الثاني مقاولين الشوط الثاني ومباراة إنبي كاملة مباراة إنبي كاملة ومباراة الوداء مباراتين الوداد وداء والمباراة دي يعني دول أفضل مباراة على حصل فيهم اداء طيب مباراه المريخ شايفها ازاي رغم طبعا خروج المريخ من السباق بشكل كبير لكن دايما وابدا مباراه اللي بتقام في السودان بيبقى لها طابع خاص صعبه مباراه صعبه جدا وممكن يبقى صعوبتها خروج لعيبه المنتخب لعيبه المنتخب دي راجعه النادي هتبقى شكلها عامل ازاي ما انا برده لو عندك لعيبه مؤثره مش موجوده ممكن تعمل لك صعوبه للقاء ولكن مباراه في كل الظروف مباراه صعبه ولكن النادي الاهلي دلوقتي انا شايف ان لو النادي الاهلي تمسك او مشي على نفس الاداء اللي كان موجود في مباراه فيتا كلوب اعتقد هي هي هيبقى في مكسب ومكسب مريح كمان والنادي الاهلي كمان هيبدا كمان يبص لان اعمل نتيجه كويسه مع سيمبا عشان اتصدر المجموعه وشايف الاهلي هو ده التفكير اللي جاي التفكير مش ان شاء الله يبقى في صعود مريح جدا ولكن ان انا اتفادى التصنيفات الجايه كابتن عادل دايما لما بنتكلم بنقول ان مشوار الاهلي اللي جاي دوت صعب واصعب من اللي فات عندنا النهارده مباريات صعبه او قويه خلينا نسميها في الدوري وفي بطوله افريقيا وفي كاس مصر ممكن نشوف موسيماني بعد كده انه يستعين مثلا بعناصر جديده في التشكيله لازم ده اجباري اجباري هيستعين اجباري هيستعين بلعيبه مش موجوده وارد ان يبقى فيه اصابات الاجهاد هيبقى موجود طبيعه المباريات ممكن مباراه دوري مباراه كاس مباراه افريقيا على حسب احتياجاتي انا المباراه ايه في سفر مفيش سفر فلازم يبقى فيه تدوير في اصابات ما هو الاصابات اهم حاجه اهم صح. عنصر يعني هو التدوير اجباري هيبقى فيه تدوير يعني غصب عنه هيبقى فيه تدوير مش من اكثر مركز يا كابتن عادل حاسس ان لازم يكون فيه تدوير بالنسبه للبوزيشن او بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مركزين ثلاثه تقول لازم لا دلوقتي لازم يعني نعمل الروتيشن في المنطقه دي مين شايف اكتر واحد مجهد في النادي الاهلي ومحتاج موسيماني انه يحضر لعيب تاني عشان لو استمر على هذا الاداء ممكن يتعور او ممكن النادي الاهلي يفتقده في فترات طويله لا هو النادي الاهلي يعني في مراكز كتير فيها روتيشن طبيعي بيحصل زي يعني نص ملعب حمدي بسوليا بديانج باكرم ممكن يبقى في روتيشن طبيعي فيها قفشه ساعات بيبقى موجود بيلعب في رودين وهو موجود بره او هو مش موجود يعني بس انا شايف ان الباكين هم اصعب مكانين في صح المكان هاني ومكان معلول لازم يبقى عندك البديل اللي تعرف تدور بيه بشكل كويس ما تفقدش هاني ومعلول لان الفتره الجايه هتحتاجهم جدا ان هم دول العنصرين الاساسيين بتوع المكان ده والبدائل اللي موجودين يعني محمود وحيد دخل كان بشكل كويس بس اتصاب له اصابه فانت محتاج برضو تدور بشكل كويس في المكان ده ان ما عندكش حد تاني صحيح ونفس الشيء في ناحيه اليمين ناحيه الباك رايت هتبقى برضو فيها مشكله انا شايف المكانين دول هم يعني اكتر مكانين محتاجين تدوير بشكل جيد تفتكر موسيماني خلال الولاد اللي موجودين معاه فكر في نفس اللي عندنا حد اسمه احمد اشرف ده باك شمال كويس باك شمال كويس تفتكر ممكن جدا يكون حتى بعد اللعيبه الدوليه ما ترجع يتواجد معاه لان البوزيشن ده محتاج في وقت من الاوقات ان يكون موجود واحنا عندنا مباراه كاس افريقيا وبعدين في مباراه كاس قريب كمان ممكن يحضروا للحته ديت ان احمد اشرف يكون موجود يدي له مباراه زي مباراه كاس مصر وكمان يحضر باك يمين في بيك اشرف موجود معاهم ما خرجش اعاره لا موجود اعتقد انا كنت شفته في تمرين احمد اشرف بس احمد اشرف مش باك ليفت كان في ولد باك ليفت احمد اشرف لا اشول كان معانا اشول بس هو طب هنتاكد لكن انا هو مش باك ليفت هو احمد اشول غالبا صانع لعب كان ممكن لعب باك ليفت كان ممكن هو بيتوظف باك ليفت بس هنتاكد لان كان موجود معانا عندي غلط كان موجود معانا في البيت الكبير وهو قال هو سعيد جدا انه بيتمرن وهو باك شمال وباك شمال واعد يعني
بغض النظر عن الاسماء، لكن انت ممكن. شايف ان باك يمين وباك شمال لازم موسيماني يحضر جزء منه، وده بان في غياب علي معلول بيأثر بشكل كبير جدا. علي معلول مع احترامي لقفشه او مع احترامي لاي حد رقم 10 في النادي الاهلي، صانع اللعب الاساسي في النادي الاهلي هو علي معلول. ودي حاجه بقى لها فتره ومش تقليل من الاخرين، لكن هو طبيعه علي معلول هو الملعب بيبقى مايل ناحيته، هو بيعرف يعمل اسيست كويس، بيعرف يخلق، بيعرف يبني هجمه بشكل كويس جدا، عنصر مهم جدا. فلازم اريحه بشكل جيد الفتره الجايه، ما ينفعش ارجعه من اصابه وافضل اديله ماتشات ورا بعض. فبرضه ده محتاج التدوير مع علي يبقى مهم، وتدوره بمين دي برضه نقطه، وتدوره ماتشات ايه، ايه المباريات اللي انت محتاج تدور فيها. وهاني برضو نفس الشيء، يعني هاني برضو نفس الشيء، انت دورت شويه ببيكهام، دورت باكرم، فهم المكانين دول اهم مكانين. لكن بقيه المراكز انا شايف ان الامور فيها في وفره فيها، ممكن يكون ما عندناش احنا الاختلاف في المهام. لا السؤال بالعكس، في ناس بتقول لك لا ما عملش روتيشن في راس الحرب، يعني في ناس بقى بتقول لك الروتيشن ممكن يتعمل في اجزاء من الملعب، لكن في ناس بتقول او في بعض الناس شايفه على المستوى الفني ان احنا لازم نثبت راس حربه، ما يكونش روتيشن كبير خاصه في راس الحربه. ممكن تعمل روتيشن على الاطراف شويه، قفشه لغايه دلوقتي بعد ما يخش ناصر ماهر يكون برده في روتيشن معاه، لكن راس الحربه شايف يحصل فيه روتيشن ما بين بواليا، ما بين محمد شريف، ما بين مروان، ولا مع نظريه ان انا عايز اثبت شويه راس الحربه ويكون هو ده راس الحربه الاساسي وابدا ادخل الناس على حسب سير المباراه. يعني راس الحربه لازم يكون عندك راس حرب اساسي، راس الحربه من الاماكن المؤثره جدا. محمد اشرف جيلنا طبعا الاعداد بيساعدنا، ولد اسمه محمد اشرف وكمان مقيد في القائمه الافريقيه. تمام، ده باك شمال كويس. تمام، العناصر المهمه جدا ما ينفعش التدوير فيها ما يبقاش كتير، العمود الفقري في الفريق تدويرها بيبقى يعني صعب بحساب قوي، بحساب قوي، لان دول اهم عناصر عندك. فانا شايف ان انت لما تدي حد وماشي بشكل كويس تديله، لان الاماكن دي انت ممكن تغير فيها في اي وقت. يعني ممكن تعمل له تدوير وهو بيلعب، بمعنى ان انا الباك رايت والباك ليفت ما ينفعش ان انا اعمل لهم تدوير وهو بيلعب، ما ينفعش اخر نص ساعه اروح مطلع باك رايت ومنزل باك رايت. غير لما انا اكون بلعب براس حربه، هدي ربع ساعه لو انا كسبان، العب بفرودين، او دي ممكن يبقى فيها بس. ولكن لازم يكون في حد شويه المكان ده، لازم يكون في تثبيت، لازم تكون في تثبيت ان المكان ده حساسيته بتيجي بالمشاركه. صحيح، بالمشاركه، وان انا ادي بشكل كويس. ولو في حد ماشي بشكل كويس يكمل. شريف كان جت فتره كان ماشي بشكل كويس، شايف انه يكمل. ان ادخل لعيبه ما احرقهاش، ان انا شايف برده بواليا مش محتاج ان انا احرقه، يعني اديله في الاوقات اللي تظهره بشكل جيد، الفرقه فايقه فيه مثلا اظهره بشكل جيد. وده مش عيب خالص. انا فلافيو قعد سنه كامله ما كانش بيعمل حاجه، بس كان بيأدي بشكل كويس. فانا مش مهم جدا طالما عندي لعيب بيأدي بشكل كويس اديله، عشان كمان ما اخسرش الاثنين. انا برده هدخل لعيب جديد وهخسر اللعيب اللي كان ماشي كويس، وده بان مع شريف شويه. شريف لما بعد شويه برده نزل حتى شويه، ده شيء طبيعي جدا. خلاص طبعا، فنقطة التدوير في راس حربة انا متفق جدا ان التدوير فيها بقى صادق الحدود، ومش طول الوقت، مش طول الوقت. لازم اركز في حد اركز فيه واشتغل معاه واديله مسانده. قبل فتره التوقف الحالي، ايه اكتر فريق في الدوري عجب كابتن عادل؟ الدوري السنه دي مختلف تماما. ازاي؟ الدوري كنت جوه المطبخ بقى. الدوري السنه دي في حاجه بمناسبه المطبخ، في حاجه قريب؟ لا مفيش حاجه. اضحك كمان. الدوري في الدوري السنه دي صعب جدا تلاقي فريق مسك في الفورمه بتاعه 3 4 ماتشات ورا بعض. 3 4 ماتشات، مش بقول ان هو الطبيعي ان الفورمه دي بتقعد 3 4 شهور. صحيح. او 5 شهور. وفي اوروبا بتقعد سنه وسنتين. احنا في الدول العربيه والافريقيه لو مسكت الفورمه اللعيب او الفريق 3 شهور او 4 شهور يبقى انت بطل، او ان انت كمان بتعمل اعجاز. فان انت هنا دلوقتي الدوري ده صعب جدا تلاقي فريق ماسك في الفورمه 3 4 ماتشات ورا بعض، او ان هو يكسب عنده 3 مكسب. نادرا لما تلاقي فريق عند يعني مفيش حد لغايه دلوقتي، اعتقد ممكن الاهلي عمل 3 مكسب ورا بعض، لكن بقيه الفرق مكسبين اللي هم في الـ في الـ في التوب 4 يعني. بيكسب بيلعب مكسبين، ممكن المقص عملها مره في عمل 3 مكسب قبل كده، بس بقيه الماتشات فيها تعادل، الماتشات مستويات شويه قريبه، يعني تعادل هزيمه بعدين مكسب وبعدين تعادل وتعادل، يعني فصعب جدا نزل. لو جيت اول 4 اسابيع ممكن تطلع فرقه هي كانت ماشيه كويس جدا، الاربع اسابيع اللي بعدها في فرقه ثانيه بقت مميزه،
الاربعه اللي بعدها في فرقه ثالث يعني بعيد خالص. كل شهر بقى التقييم متفاوت جدا صحيح. يعني مثلا في فرق كانت ماشيه كويس جدا وبعد الاسبوع السابع يقول لك المدرب احتمال يمشي وهو كان ماشي اول خمس ماتشات كان كويس جدا. في فرق كانت بتقيل مدربها ومشي كويس جدا يعني في اول اربع خمس اسابيع. مش عايز اذكر اسماء فرق بعينها عشان برضو يعني حفاظا يعني على المدربين بتوعها. في اول اربع خمس اسابيع في اربع او خمس انديه كانوا عايزين يمشوا المدرب بتاعهم ودلوقتي في المربع الذهبي او سبع فرق المراكز. وعلى العكس كمان يعني انا كنت سعيد جدا بتجربه مع البنك الاهلي انت وكابتن محمد يوسف كنتوا عاملين اداء اكتر من رائع. عملتوا نتائج انا بالنسبه لي كانت نتائج مبهره بصراحه في البدايه في البدايات بتعملوا مباريات كبيره جدا مع اسماء كبيره وكان بالنسبه لي مفاجاه الاستقاله او يعني على حسب ما اتفقنا معاه او الاقاله. ده هيرجعنا تاني للفيجن بتاع الاداره. انت عندك ثقه في المدرب من اول موسم تديله الطريق لاخر الموسم وبعدين تقيمه ولا لسه عندنا دي مشكله فيها يا كابتن عادل؟ عندنا مشكله كبيره وهتفضل مشكله ازليه لان المتحكمين في القرار او اصحاب القرار مش هقول عندهم ما عندهمش الدرايه الكافيه ولكن عندهم المرجع بتاعهم مش احسن حاجه. بمعنى ان انا ممكن اكون كاداره ما عنديش الخلفيه الكامله عن الرياضه او عن الكوره. ممكن يكون عندي ممكن يكون لاعب كوره على فكره بس في حتت ما عاشهاش. صحيح. لما اجي اخد مرجعيه من حد ما اروحش اخد مرجعيه من حد ما عاشهاش برضو. لازم اجيب حد مرجع ليا بالنسبه لي حد عاش الموقف ده. يعني ليه خبره في الموضوع. هشتغل انا مذيع النهارده اروح لواحد ما اشتغلش اي حاجه اقول له تعالى علمني او اخد نصيحته في حاجه فدي نقطه مهمه جدا ان الانديه ممكن يكون الاداره لازم يكون ليها مرجع. يعني مثلا انا عندي مشكله مثلا هنيجي مثلا نتكلم عن المقاولين متمسك جدا بكابتن عماد النحاس وانا بحييهم جدا 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 واتمنى ان كابتن عماد النحاس يكمل لان هو هدف الفرقه بتدخل الدوري ايه؟ الهدف الاول والاخير ايه؟ الدوري بالنسبه للمقاولين ما ينزلش لا يعني بناء على السنه اللي فاتت انه يتواجد في المربع السنه اللي فاتت بقى المقاولين نادي مش جماهيري يا كابتن عماد النحاس مسك الفرقه اللي قبلها كان فين؟ لا التارجت كان اخير صح فكان تارجته ايه؟ ان هو يبقى موجود في الدوري سيزون عالمي صحيح وانا شايف ان الكواليتي اللي موجوده في المقاولين ما تسمحلوش ان هو ياخد مركز رابع يعني هو عمل اعجاز صحيح فتيجي النهارده في اول خمس اسابيع المقاولين همشي مدرب ما المدرب ده هو اللي عمل الاعجاز السنه اللي فاتت بنفس اللعيبه ممكن يكون اختيارات اتغيرت في حاجات بس لازم الفكر انا بقى بحيي جدا اداره المقاولين العرب ان هم متمسكين بمدربهم دي حاجه كويسه جدا جدا تدي ثقه اللعيب كمان وهو شغال هو عارف ده مدربي فهد هفضل ادي ال 100% بالظبط لكن لما انا بعرف المدرب ده مش جاي انا خلاص ما بلعبش مش هديك ال 100% ولو شاركت خلاص 100% صح انت اديتني الخيط ان انا انت خلاص انا انت كاداره بتوقع نفسك بطريقه غير مباشره. طب هاخد من السؤال دوت معلش واروح لنقطه مهمه ثانيه. هل تعاقد نادي الاسماعيلي مع ايهاب جلال الخطوه الصحيحه وهطلع منها ان يعني سمعت ان التعاقد مع كابتن ايهاب جلال لمده 6 شهور بس او لمده سنه بس فهل ده هو اللي طلب انه يكون 6 شهور هل ده هيدي الثقه للاعبين ان لا ان نشتغل على اللونج ران هيفيد طبعا هيفيد ولا مش هيفيد؟ طبعا الكابتن ايهاب جلال على المستوى الفني حد لا غبار عليه لكن على مستوى الاداره وانه طلب انه يقعد 6 شهور بس هل دوت في وجهه نظرك شافه طلب منطقي جدا لان هو الفريق بتتكلم الفرقه اللي بتنافس على الهبوط ووارد يبقى عنده عقد سنه ونص والفرقه تهبط اوكي لكن هو كابتن ايهاب من اذكى المدربين في مصر هو راح مسك المصري وهو بينافس على الهبوط وعمل بيهم انجاز كبير جدا واتحسب له لايهاب جلال ان هو عمل انجاز كبير جدا مع فرقه المصري ان هو وصل بيها مربع ذهبي وده انجاز كبير جدا. فرقه المقصه السكواد اللي موجود فرقه المقصه لو عدوا بيه مركز 10 انا مش بقلل من فرقه المقصه هم قليلين هم عدد قليل خرج منهم عدد كبير جدا وما جابوش حد فمش تقليل مدرب اللعيبه الموجوده ولكن كضغط المباريات في الدوري صحيح. صعب جدا فايهاب جلال عمل اعجاز بفرقه المقصه لان فرقه المقصه ما عندهاش اللعيبه الكافيه ان تقدر تكمل بيها الماتشات دي مظبوط فده ذكاء برده منه وذكاء منه انه كمان بعد ما بيعمل كده بيشوف التوقيت المناسب التوقيت اللي بيخرج بالظبط بيعرف يختار الوقت اللي يخرج بيه وبيعرف يختار الاماكن اللي هي ممكن تنجحه انا صحيح. شايف ان ايهاب جلال مع الاسماعيلي هيرجع لهم الكوره الجميله بتاعتهم ان هو عنده
عنده طريقه بيلعب بيشتغل بيها، عنده خطته وعنده اسلوبه في اللعب بيعرف يشتغل بيه، وده مناسب للاسماعيلي. وبعدين الاسماعيلي هيبقى اسوء، هيروح فين اكتر من كده؟ مفيش اسوء من كده. فبالتالي بالنسبه له هو بيبدا حاجه بالنسبه له هو فيها ريسك، بس بالنسبه له حاجه مريحه. لو عمل انت عندك صفحه بيضه، لو عملت فيها هتبان، مش هتبان مش طيب. لو عملت فيها شرطتين هيبان. فانت مالك بقى تكسب لك ماتشين ثلاثه. فبالتالي انا بتمنى له التوفيق. هو على المستوى الشخصي شخصيه محترمه جدا جد. ومدرب من اكثر المدربين في مصر بتطور من نفسها. طيب كابتن عادل شرفتنا، ربنا يخليك، شكرا جزيلا ليك، نورتنا وشرفتنا يا كابتن عادل. دايما ممتع ودايما تحليلك رائع وخارج الصندوق زي ما بيقول. شكرا جزيلا لوجودك معانا. ربنا يخليك. دي كانت حلقتنا مشاهدينا، يوم الاحد ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير من 10 ل 11. تصبحوا على خير.